جوزي اتقتل، خاله قتله بسبب ان هو طمعان في بيتنا، عايز ياخده ب 300 الف جنيه، وهو البيت مفصول بمليون جنيه. وطبعا كان عايز كل شويه، كان بيخلي ولاده الصبيان وولاد ولاده يضربوا عندنا الاطفال ويتدخلوا في الطلعه. طبعا البيت كان يسوى اكتر من البيت من كان يسوى مبلغ مليون جنيه، وهو كان عايز ياخد 300 الف جنيه ده علشان اقل من احنا تمن يعني. 2 في الشارع وهم اكتر من 15 بيت بتوعنا. بس هو عشان طمعه بصص لحاجه مش بتاعته، فطبعا جوزي قال لا مش هبيع البيت ب 300 الف جنيه. طبعا جت الاعلى العرفيه، الناس اللي هم كبارات البلد، قالوا لعزمي نسيب البيت ب 600 الف جنيه، وجوزي وافق ومضى على العقد، ولكن هم مرضوش يمضوا على عقد البيت علشان هم كانوا ناويين ان هم يموتوا عزمي. طبعا ان هم قبل الواقعه دي، قبل ما يموتوا عزمي بخمس ايام، ابن ولاد الرجاله دخلوا تعدوا على الحريم في البيت، فعملنا محضر. وتاني يوم دخلوا تعدوا على الحريم تاني، عملنا محضر تاني يوم 25 يوم 26/6، المحضرين دول اتعملوا في اليومين دول. فطبعا كان في كاميرات في الشارع، لما عملنا المحاضر اللي قالوا ان احنا نعمل محاضر فيهم، طبعا شالوها، شالوا الكاميرات اللي في الشارع علشان لما يخشوا يعملوا العمله دي محدش يشوفهم، محدش يثبت عليهم حاجه اللي هم يعملوا ايه، ان هم يموتوا عزمي. فطبعا وانا جايه من بره، مرات ابن حسن قالت لي احنا قعدنا واتفقنا ان احنا هنموت عزمي عشان انتوا عملتوا فينا محاضر. فطبعا اتضايقت من الكلمه وطلعت قلت الحماها يا اللي هو خال جوزي، قلت له يا عم معلم رفيق حسن بتقول انكم انتوا اتفقتوا ان كنتوا هتموتوا عزمي، وعزمي عمل لكم ايه؟ قال لي اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. يبقى هو معنى كلمته دي ان هو كان فعلا متفق وكان عارف ان هو يخش يعمل ايه. فطبعا يوم ان هو يقتله يعني، ان هو يقتله كان. فطبعا يوم 30 اللي هو اليوم اللي اتقتل فيه عزمي، وانا جايه من بره، خبطوا بنتي بالموتوسيكل عشان يبقى فتح الباب للمشكله، ولو عزمي جوه يطلع، ولكن عزمي كان في الشغل ما كانش موجود في البيت. فطبعا فضلوا قاعدين على الدكه اكتر من 50 واحد قاعدين بيشوفوا سلاح ومستنيين عزمي لما يجي من الشغل. طبعا انا لما لقيته كده اتصلت بيه وقلت له يا عزمي ما تجيش من الشارع العمومي، تعالى من ورا. انت لما لقيتيهم قاعدين مترصدين لما لقيت قاعدين مستنيينه، قلقت عليه وقلت له تعالى من ورا. فطبعا لما عزمي جه من ورا هم قتلوهم كانوا مراقبين. طبعا طلع اللي كان مراقبه قال انه عزمي جه من ورا، جو لحد البيت وفضلوا يشتموا كلام مش كويس،